المنظومة الحائية في السنة. نظم الإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإنا كلام الله باللفظ يوضح، وقل يا تجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طابق الدنيا يمن بفضله فتفراج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البليات بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإناهم والرهط لا ريب فيهم على نوجب الفردوس في القلب تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامير فهر والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابات كلهم ولا تاك طعانا تعيبوا وتجرحوا، فقد ناطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابات تمدح، وبالقادر المقدور أيقن فإنه دعامات عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبي حميل السيل إذ جاء يطفح، فإنا رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي القوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تاك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إن
إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقوص طورا بالمعاصي وتارة بطاعاته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أذكى وأشرح ولا تاك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.